هي حصة خاصة بموضوع فقدان الوزن والحمية أو الرجيم اللي غادي يلائمكم، وكذلك شنو هي النصائح اللي غادي تقدم لنا دكتورة سناء العناني. للحصول عليها تواصلوا معنا على رقمنا 0522 77 24 24. كيف غادي نجاوبوا على حصة من أسئلتكم عبر صفحة سناء الزعيم أصوات. دكتورة سناء العناني، غنبداو بأسئلة الفيسبوك في انتظار غادي نستقبلوا مكالمات المستمعات. عندنا بين الأسئلة اللي كترجع بكثرة سؤال حول ارتخاء البطن أو تدلي البطن أو الكرش، مشكل ديال الكرش. السيدات اللي عندهم الكرش كتبقى من بعد مثلا ولادة، من بعد حمل، أو الكرش اللي عندهم وخا مازال ما تزوجوش، مازال ما ولدوش، كتقول لك سيدة مثلا أنا ضعيفة ولكن عندي الكرش، أنا ما كناكلش ولكن عندي الكرش، أو ما بغيتش ندير ريجيم لأنه إلا درت ريجيم غادي نضعف، وأنا ما بغيتش نضعف ولكن عندي الكرش. الجواب على كل هذه الأسئلة وعلى كل هذه إشكالية، ماشي مشكل، إشكالية. حيث بالنسبة للبطن كيكون المشكل مزدوج، يا إما تيكون عندنا دهون، يا إما كيكون عندنا ارتخاء فقط، وفي غالب الأحيان كيكون عندنا جوج، دهون والارتخاء. غالبا منين كتكون وراء الولادة كتكون الارتخاء تيصاحب الولادة القيصرية، زعما هي اللي كتكون اكثر من الولادة الطبيعية. علاش؟ لانه مرة واحدة في المزاولة ديال المهنة ديالي اللي شفت حالة رائعة جدا تبارك الله على الطبيب اللي دارها، ولادة قيصرية ولكني كانت لاسيكاتريس هابطة بزاف لدرجة انها ما قيصاش ديك العضلة اللي غالبا ما الاطباء كيفضلوا يضربوا هذيك العضله، يمكن كتسهل عليهم عمليه الولاده، ولكن ملي تضرب هذيك العضله كترخى. زعما بالطبيعه انها ملي تتقطع من بعد تتم ارتخاء ديال هذيك العضله مع الاسف. يمكن الا كانوا يبداو يردوا البال لهذه المساله، لان الاف وملايين ديال النساء تعانيوا من نفس المشكل، لانها كتقيل دير الريجيم، كتقيل دير الرياضه، وبعد النوبات كيستعصى عليها الامر لانه كيكون ترهلات كثيره جدا. هنا النصيحه اللي ننصح النساء يلاه ولدوا، كاين تمارين رياضيه كيداروا عند الطبيب الخاص في الطب الفيزيائي، يقدروا يمشيو لعندهم باش يتعلموا في الاول دوك التمارين، ومن بعد يقدروا يكملوا هما بوحدهم في البيت ديالهم، او على الاقل تمارين رياضيه اللي تتخدم العضلات ديال البطن باش شويه نكتسبوا واحد المرونه. والا كاين واحد دي ماشين اللي كيقدروا ينقصوا من هذا الارتخاء ديال البطن. مع الاسف بوحدو الانسان صعيب، وصعيب جدا يكتسب من جديد المرونه ديال عضلات البطن. مثلا خديجه من ولاد زيان بغات تحيد الكرش وما عرفاتش كيفاش. نبداو بعدا باننا نتخلصوا من الدهون، ولكن في نفس الوقيته نخدموا العضلات ديال البطن باش انا كنضعف وما كنترخاش. فاطمة الزهراء ام يحيى كترضع ولدها عنده عام 3 شهور وبغات تحيد هي البطن، وعندها دابا الكرش والارداف. اذا انت هي كتقول لك كيفاش، هادو مثلا امثله. اذا هاد السيده اللي كترضع مثلا وعندها الارداف، شنو خاص السيده تدير؟ عمليا خاصها تنقص بعدا من الوزن ودير رياضه مصاحبه للنقصان من الوزن. اذا في التغذيه، الا بدينا على مستوى التغذيه، الا بدينا اول حاجه نتخلصوا منها هي السكر السريع بالنسبه للسيده اللي كترضع، او السيده اللي كترضع، او بالنسبه للسيده العادي زعما اللي بلا بحال بحال كنتخلصوا من حيت المراه اللي كترضع كتخاف الا دارت الريجيم يمشي لها الحليب. لا، ولكن حنا كنعرفوا بان الفكره غلطه خاطئه جدا. الحليب فين كاين اي حاجه غتعطيني الفيتامين بي راه فيها الحليب، وانا عندي الاختيار، نقدر نمشي للمسمن بالفعل فيه الفيتامين بي ولكن غادي يغلطني، كيف نقدر نمشي للسمك اللي مشوي اللي ما غاديش يغلطني وغادي يجيب معايا الحليب، وانا عندي الاختيار يمشي لهذا الطريق يمشي للطريق الاخرى. دائما الحمد لله دايرين الناس ديال ربي فين نختاروا.
دائما. اذا انا علاش غنمشي للحاجه اللي غادي تاديني؟ عام وثلاث شهور تبارك الله راه ما بقاش عوال غير على الحليب ديال الام. اذا ما نضرقش ورا الرضاعه ونقول انا كنرضع عندك يمشي لي الحليب، مع العلم ان الحليب كيطلع مع السوائل بكثرة. خصني ناخذ السوائل، الشربات ديال الخضر، كيف نقول لكم النفاشي، مسائل اللي هي بسيطه اللي تطلع الحليب بلا ما تغلطني. مادام عندها البطن والارداف معناتها ان عندها زياده في الوزن اللي خصها تخلص منها وتقوم بعمليات رياضيه. الى عقلتي واحد النوبه سناء، واحد السيده كانت اتصلت بنا من الخارج، كانت يلاه ولدات من سليستان تماما، يلاه ولدات وبدات الرياضه شهر من بعد. إذا راه حتى شي حاجة ما كتمنعنا من أننا نزولوا الرياضة ديالنا، خاصة مباشرة من بعد الولادة. إلا كنت والدة بولادة قيصرية هنا كنخاف من الفتق، كنتسنى واحد 6 شهور عاد كنبدأ الرياضة على حقها وطريقة. أما والدة بولادة طبيعية غير نفوت ديك 40 يوم ونحس براسي استرجعت الصحيحة ديالي، نزول الرياضة ديالي باش داك البطن اللي توسط عاد 9 شهور وهي كتجبد خصها ترجع لبلاصتها. خص مجهود، ما عندناش شي عصا سحريه اللي كترجعها بدون مجهود. النساء اللي كتقدر ترجع ليهم بدون اي مجهود هما النساء اللي قبل من الرياضه، قبل من الحمل كيكونوا اصلا رياضيات واصلا كتكون العضلات ديال البطن مشدوده. اذا بالنسبه للحميه شنو اهم النصائح دكتوره سناء؟ اول حاجه الوجبات ديالي ننظم التوقيت ديالها، هذيك واخا كنقولها ونعاودها وما غاديش نمل من الاعاده ديالها. تنظيم وقت الوجبات، يعني في المعدل عندي ما بين 3-5 سوايع، ندير 4 سوايع في بالي عاد نقدر نحل فمي وناخذ شي حاجه. ما عدا ذلك كنشرب السوائل، ماشي سوائل اللي حتى هي فيها سعرات حراريه اللي غتزادني. نقدر ناخذ الماء، نقدر ناخذ شاي يا اما اخضر يا إما أسود اللي ارتحيت ليه بدون سكر إضافي، حيث ماشي عاوتاني نزيد نخلفها في السكر. وكنحاول ما نقلبش على الشبعة، شنو ما كليت نهز يدي باقي ما وصلتش لديك الشبعة الكاملة. علاش؟ لأن الجيب المائدة كيكون متسع من سيكون أنا عندي في زيادة في الوزن. إلا بقيت كنبقى نعمر فيها راه غنبقى عندي نفس الحجم. أما إلا ما عطيتهاش قياسها كامل، خليت واحد شي شوية، راه كون على يقين غنوض 5 دقائق ما ننسى داك الجوع، نسيته. يمكن في الأسبوع الأول كيكون المسألة صعيبة، ولكني حدها أسبوع، حدها 10 أيام على أكثر تقدير، والإنسان كيولف النمط الجديد. كنحاول الغداء ناكلو متوازن، ولكن نحاول نحيد الخبز ما عندي علاش، ونعوضو يا اما نوبه بعدس، نوبه بالروز، نوبه بالبيض، غير باش ما نبقاش مسانسه بانني دائما الخبز يكون حاضر متواجد. سكر بطيء إيه، ولكن ماشي بالشرط يكون الخبز، لان الخبز الخطوره فيه راه ماشي الخبز كخبز. شنو غيصاحب الخبز؟ غادي نغمس في هذيك لاصوص اللي طلق فيها لدام اللحم وطلق فيها لدام، الا دايره لدام، دايره الزيت في المرقه ديالي، داكشي كله غادي يكون مستخلص في ديك لاصوص. النوبات السمك براسو تنضيعوا القيمه ديالو بهذيك لاصوص اللي كتكون غارقه زيوت، كنضيعوا ديك الفائده ديالو. وتجي تقول لك هاد المريقه معلكه، الحوت منين جا لدام تيطلق داك المرقه معلكه كون ما كانتش عامره زيت، الدجاج منين جا لدام تيطلق داك لدام الا ما كانتش المرقه عامره زيت. نرد البال، نحاول نغير السلوك الغذائي ديال العائله ككل. فهذه مهمتك انت سيده البيت، مهمتك باش تغيري النمط، ماشي غير على ودك انت، على ود كاع داك الناس اللي عزازين عليك اللي عايشين معاك في نفس البيت واللي هما انت هي المصدر ديالهم ديال القوت. أكيد. وحنا يا دائما معكم مستمعاتنا، طبعا كان تواصلوا معكم مباشرة في حديث ومغزل. وفاء صباح النور من دار بيضة. صباح الخير، مرحبا بك يا وفاء. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. تنشكرك على وفائك لراديو أصوات والحديث ومغزل. على المجابات براديو أصوات وبرنامج ديالكم. الله يبارك فيك، شكرا.
غيري دلال سنة للا سنة عيناني كلشي بخير. يسلمك لوفاء، مرحبا بك. يبارك فيك، أول مشاركة إذاعية عندي. إيوا حنا فخورين، مرحبا. بارك الله فيك. أنتي حبلا تبارك الله، الله يفك الوحي على خير. وي أنا أنا حاملة دابا شهرين. تبارك الله. وبغيت نسول لسنة. تفضلي. شنو الأدب اللي خاصني نبعد عليها؟ لأنها ما تأثرش على الحمل ديالي ولا الجنين، وما تسببش لي تسمم الحمل. وعلاش خاصني نركز المواد الغذائية اللي نركز عليها باش تفيدني في الحمل ديالي؟ خصك تكوني كتاكلي من كلشي، لان الجنين راه مرتبط بك، انت هي المصدر الوحيد ديالو اللي غيستمد منك اي حاجه. ويلا ما خديتيش داكشي كافي، غيولي كيستمد من المخزون ديالك. اذا في الماكله ديالك خصك تجيبي جميع العناصر، خص يكون لحوم، يكونوا خضروات، يكونوا فواكه، تكون سكر بطيء على شكل خبز لي باتروس حاضره في وجبه ديال الغداء وفي وجبه ديال 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 العشاء كذلك. ليكون واحد شويه ديال الاجبان، 25 غرام مثلا مصاحبه الوجبه ديال الغداء، اولا كاس ياغورت صغير اللي مصاحب الوجبه ديال الغداء، لان انت بحاجه الكالسيوم اكثر من اي شخص اخر. رد البال حتى بالنسبه للحديد، فانت بحاجه ليه اكثر من السيده اللي ما كتكونش حبله، لان انت والجنين بجوجكم كتستمدوا الحديد من نفس المصادر. اذا خصك شويه تزيدي في مصدر الحديد. وبالنسبه للمواد اللي تقدر تضر الجنين خصني نبعد عليها. اذا كان عندك مشكل ديال لا توكسوبلازموز ولا نيجاتيف ولا لا روبيو نيجاتيف، هنايا فوالا لي نيجاتيف لي دو، خصك بعدا كل شهر تمشي ديري التحليله وما تعكزيش عليها كل شهر، ولا بد ديري التحليله ديالك. حاولي المسائل اللي كتنبت في الارض، حاولي يا اما تبعدي منها يا اما ما تاخديها حتى تغسل مزيان 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 مزيان. مثلا لي فريز تقدري تشهيهم، تقدري تبغيهم. الحاجه الوحيده باش تقدري تاخدي مثلا عصير ديال الفريز ديريه في الكونجيلاتور، يتغسل مزيان ويتخشى في الكونجيلاتور، هذاك الميكروب واخا كيكون كيموت من بعد منين عاد تاخدي عصير ما غاديش ياذيك. الخس مثلا ولا بد يتغسل ودار فيه قطره ديال الخل وترقد فيه باش عاد تقدري تاكليه. وهاد المسائل تحاولي تفادي تاخديهم على برا دارك، لان ما عارفاهمش كيفاش تغسلو. اي حاجه لابسه في الدار نابته في الارض رد بالك منها. اوكي، وشنو هو اللي تقدر تسبب تسمم الحمل؟ هادشي اللي تنقول لك يقدر يدير تسبب الحمل. بحال دابا كاين اللي ما كيردش البال، يقدر يمشي غير للباديه، وإلا خدا داك اللبن ولا هذا مباشره ولا داك الحليب ديال البقره مباشره، يقدر يأذي الجنين ديالو، لأن كيقدر يكون قايس داك الميكروب اللي كيقدر يؤدي لتشوهات الجنين. وبالنسبه للملح لا ما تسببش تسمم الحمل، كانت زايده. إلا كان عندك مشكل ديال بعد الملح، ما عمرنا ما كنزيدوه في الطبله، نحاولوا اكثر ما يمكن نقصوا منه، خاصه فتره الحمل، لان كنخافوا من لا توكسوبلازموز، من لا توكسيمي غرافيديك، كنخافوا منها. إلا كان عندك مشكل ديال الضغط فوقيته ديال الحمل، معلوم غادي تفادي الملح تنقصيه بواحد الشكل اللي هو كثير. اوكي ميرسي. واش هذه الحماله ديالك الاولى ولا فايت لك كنتي؟ لا اول حماله عندي. هذه اول حماله، ان شاء الله كلشي يدوز على خير. غير نقصي من الحلاوه، نقصي من السكر، من الملح، باش ما تعرضيش بحال هاد المشاكل، هاد لو ديابيت جيستاسيونيل ولا لا توكسيمي غرافيديك، الواحد يتفاداهم غير بهاد المسائل اللي هي بسيطه. واخا شكرا، بارك الله فيك. شكرا على واجب. الله يفكك على خير، وتحياتي لك وفاء، وان شاء الله عاودي اتصلي بينا الا خصتك شي حاجه، وحنا معك دائما في حديث ومغزل. ومعكم مستمعاتنا مواصلين، غادي ناخذوا اسئله صالحه وكذلك خديجه مباشره بعد الفاصل. انا بغيت نسولك، ما بقيتش عقله شحال عطانا الدكتور عماد في القهوه الخضر، واش كتسد المعلق ولا دير المعلق؟ ما نقدرش نجاوبك هكذا باش ما نقولكش شي حاجه ما نكونش مأكده منها، ولكن شنو سؤالك الدكتور؟ واخا ان شاء الله. شنو سؤالك الدكتوره سناء العينالي؟ دكتوره سناء بغيت تعطيني حميه، عافاك اللي نتبع معها هاد القهوه، حيت سمعت الدكتور عماد قال لك خصنا نتبعوا حميه وحنا كناخذوا هاد القهوه، هذا بغيت تعطيني وصفه يعني باش نتبعها. الو بغيتي حميه، بغيتي تنقصي الوزن؟ واخا. شنو الوزن ديالك وشنو الطول ديالك وشنو السن ديالك؟ أنا عندي 90 كيلو. نعم، وشحال في الطول؟ متر و70 تقريبا. واخا.
لينا شنو العمر ديالك؟ واش والده ما ولداش؟ لا يلا نجوجه وقربا نقلع نسق الله إن شاء الله نكمل بالخير وخصنا نضم تسد جبتي هاي هادي كسانة هاي كسالحة اللي نطولو نكسرو عرسي دابا هادي راه غادي تكون عندها واحد العزيمة كبيرة لأنها اللي موتيبي يا كسالحة عافك إلا ما تعاوني عافك مرحبا مرحبا على راسي بعيني مرحبا شوفك تحكي معايا غنجيب شوف شوف بغاتني نوصي بغاتني نحرشك عليها بحال بحال ديك النهار غنجيب صالحة هادي اللي بحسابنا ولكن إلا ضعفيتي أنا ما ضعفيتيش ما نجيوش لا ما نضعفش أنتم ما عرفتيش بارك الله فيك الله يجعل كل شيء مبارك مساعد الله يبارك فيك نبداو كيف قلت لكم قبيلة أول حاجة تنظمي الماكلة ديالك شي حاجة سميتها الفطور الغداء واحد الوجبة خفيفة في العشية والعشاء الفطور نحاولوا ناخذوا تحاولي تفادي مشتقات الحليب وردي عليها الخضار بعد النوبات غير ملي كنتفاداو مشتقات الحليب كنقصوا من الوزن لان بزاف الناس عندهم حساسيه لماده اللاكتوز اللي كاينه في مشتقات الحليب وما كيعرفوهاش ومين كيحبسوها كيبان لهم راسهم تفشوا فهذا خير دليل على داك الحساسيه لهاد الماده نحاولوا ما نقلبوش على الشبعه نتفاداو ندام الصباح بعدا ملي غادي نفطر الا تعالى نفطر بزيت البلديه ديما تنقول لكم الزيت اللي كتجي عند الخبز ماشي الخبز اللي كيمشي عند الزيت باش ماشي نديرو لا بيسين ونعومو فيه وما عارفينش راسنا اش كناخذو حيت الا مشينا ما نعرفوش راسنا شحال استهلكنا كنديرو داك الطبيسيل وما نديرش واحد الحاجه اللي جماعه كلشي كياكل ما نعرفش راسي اشنو كليت نعرف راسي القياس ديالي في الوجبه ديال الغدا نحط طبسيل أصغر ما يمكن هو التفصيل اللي غادي نحط فيه أنا الماكلة ديالي باش شوف هادي الإنيار كيبان لي عامر ولكن هو في الواقع ما غاديش نستهلك بزاف مهم أيضا أنني ناخد واحد كاس ديال الماء قبل من الوجبة ديالي بواحد نصف ساعة كنعمر واحد القسط من المائدة اللي كيخليني شوية نطفي به الجوع وما ناكلش بزاف كندغ مزيان عملية المضغ مهمة جدا في الحمية لأنه أولا ما كنسببش بغازات اللي كتنتج عليهم دوك الجزيئات اللي سيكونوا كبار وكيمشيو للجهاز الهضمي وهو ما مستعدش باش يستقبلهم فهادو كينتجوا واحد الغازات كثيرة لأنه كيعيطوا على واحد الميكروبات هما اللي كينتجوا دوك الغازات ثانيا منين تناكل بسرعة وما تنضغش مزيان راه كنستهلك واحد الكمية كثيرة باقي ما وصلش الميساج للدماغ بأنه راني استكفيت مع العلم أنه أنني محتاجة طولود ساعة باش الميساج يوصل للدماغ يعرف بأن راه صافي وصلت للشبعة ديالي وما نقلبش على الشبعة الكاملة باقي فيا ما نزيد لأن المائدة ديالي واسعة خصني نضيقها باقي فيا ما نزيد نجمع يدي في وجبة ديال الكوتي نخليها هذيك وقيتها ديال الفاكهة نقدر نزيد معها شوية ديال الفاكهة مثلا ناخذ واحد الكميشة ديال اللوز وتا هي غادي تشد ليا تسقمني شوية على الجوع كميشة ديال اللوز من يدي اللي تكون غير مملحة لأن تا الملحة غتشد معها الماء وغادي تزيد تنفخني الوجبة ديال العشاء تنقول لكم بأنه أحسن وجبة ديال العشاء في الحمية هي اللي كتكون فيها لحوم بيضاء قليلة جدا 100 غرام الله يجعل شي بركة من لحوم بيضاء زائد خضار شنو ما بغيت سلطة ناخدها طيبة ولا خضراء كيف ما بغيتها إلا ما كانش عندي مشكل ديال انتفاخ في 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 النصران لأن تايلا كنيتها خضراء تقدر تشكل غازات وتنفخ ليا النصران وتسبب في انتفاخ القولون نقدر ناخذ شوربه نفس الشيء الا غادي الا كانت مطحونه كتنفخني نعرف بانه راه ناخذها طريفات صغار كان احسن ندير واحد اللفت معها يكون صحيح كيصف الغازات ديال الخضروات نحيدو وعاد ناخذ الشوربه ديالي ما قديتش ناخذ داك اللحم بحال
هكا كنديروا في قلب الشوربه نقدر ندير مثلا اوك بحال اللي كيديروا الاسيويين خضره اللي كتكون غير صوتي كتبقى مازال قابطه راسها، وكندير معها يا اما صدير ديال الدجاج هكا شرائح، يا اما ندير معها كروفيت ولا كالامار ولا اللي عندي اللي متواجد عندي، ولا شي حوت شاطليه نقدر نديرو مع داك الخضار ديالي ونخليها باقا شاده في راسها. تنظن بان الا تبعتي هاد المسائل نتفادى الياغورت والفواكه في الليل، لانها بزاف الناس كيتحب لهم تقول لك انا من الكوتي ما كناخذش الا خديت ياغورت وفاكهه، فهذا ما كيساعدش على فقدان الوزن. نحاولوا نتفاداو. بغيت ناخذ حريره ولا حسوه نقدر ناخذها مره حتى جوج مرات في الاسبوع، ونحاول ناخذها خفيفه ما ناخذهاش ثقيله. متفقين صالحه؟ طبعاً نقطع لها التليفون كيف قالت لنا، لأنه عندها ثلاثة ديال دقائق. إحنا غادي نتواصلوا دائماً معكم. خديجة من بني ملال عندها نفس التساؤل، لأنه تهي بغا حمية. خديجة صباح النور. صباح الخير أختي سناء. مرحبا بك معنا على راديو أزوة، تحية لناس بني ملال. الله يبارك فيك أختي، كدايرة لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. كدايرة أختي سناء العناني؟ بس خديجة دايره الحمد لله. الحمد لله. تفضلي شويه ساعدينا، راه الوزن دار فينا حاله. قالوا لي يا بني ملال دابا ولا غزال. غزال مشمش يا ربي والعين عفاق. اجي ومرحبا بكم. الله يسلمك. شي شحال عندنا ديال الاعراضات يا سناء؟ بني ملال رحاله مبطوطه. تفضلي لاله خديجه. بارك الله فيك. انا عندي في الوزن 94. 94 متر و 70 و تندير لامارش دابا، وبغيت شي حمية اللي تساعدني باش نقص. واخا دابا لامارش منين ديريها؟ البروغرام ديالي اللي درت دابا الشهر هذا. قول لي 4 كيلو في الشهر. شحال نقصتي؟ 4 كيلو. مزيان، برافو عليك. كنمشي في الصباح كناخذ جوج كيسان تاع الماء عاد تنخرج. ايوا كناخذ جوج كيسان اخرين كبار تاع الماء، تنسرح شويه تنفطر كاس ساعتين بسوس طريف تاع الخبز كامل. صافي تنوض كنشقى كنبقى نشرب. شنو كديري في الخبز ديالك؟ ها؟ اش كديري في الخبز؟ شوية ديال زيت البلدية. ايه. تنوض تندوز نص ساعة تناخذ وصفة اللي عطاها الدكتور عماد. بالمناسبة اختي سالا ما لقيتش الجرجير ولا الدكتور عماد. ما لقيتيش الجرجير؟ صافي مع العشرة إلا جات تناخذ تفاحة. مزيان. مع 12 كناخذ الصلاه ديالي وشوربه عادي اخيا وخص البابا وتنقب بالفرشيط ما تنغطش. مزيان. مره تناخذ داك الربع تاع الخبز، مره ما كناخذوش. مع عندي مشكل دابا في العشيه. في العشيه مع العصر كناكل. كندير الكوتي مزيان وما تنتعشاش. شنو كديري في الكوتي؟ كندير حريشه. هاتين السوس. ولا كندير لا كنسخن داك شويه تاع الخبز ديالك الربيع اللي ما كيتشطلوش نسخنو مع العصر تناكلو صافي ما تنتعشاش. ولكن قلتي كناكل مزيان. راه كندخل في الخبز واتعي. ماشي في هذاك الربع. كناخد واحد طريف تاع الدجاج قالوا لي تحيد الكرش. واخا بالنسبه للصباح حتى ل 12 رائع جدا. كتوصلي للكوتي. ماشي كتصرف. يمكن بالنسبه للماكله ديالك اللي كانت قبل هادشي راه قل، ولكن من هنا لقدام هادشي راه ما باقيش يفيدك في النقصان ديال الوزن. ضروري خصك ديك العشيه تخليها غير الفواكه، ومن بعد تعشاي مع ديك السبعه، تعشاي بكري مع السبعه، وتاخذي كيف قلت لك 100 غرام ديال صدر ديال الدجاج اولا حوت اولا فواكه بحر اللي عندك متواجده، اولا سلطه تقدري ديري فيها مثلا الطون يا اما بالماء يا اما واخا الا كان بالزيت نعصرو مزيان وما نزيدش مازال الزيت انا في ديك السلطه ديالي، ونخلط فيها الخضار اللي عطى الله كاملين. الحمد لله راه الاسواق عامره بالخضار. ونديرو مصبة كاع نجمع كاع الخضر ونديرو ولا ديري شوربة وديري فيها المكور تا هو غيساعدك على التخلص من 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 الماء اللي كيكون حاصل في الجسم. علاش لا؟ وهذه اختي سناء هذا القطعة ديال الدجاج تحيد الكرش اللي كيحيد الكرش هو السكوتش والحركة.
غيكون ساهل كاع كنا نبداو ناكلو الدجاج نجرب متواجد عندنا السكوتش على فمي والحركه هادشي اللي كيحيد الكرش يعني نرد بالي في الماكله اللي كناكل ونتحرك باش نحرق شويه الدهون اللي هي اصلا متمركزه عندي من قبل انا عندي الدهون متركزه بزاف في البطن ما كاين مشكل وتنولد عاديه وتبقى ليا الكرش ما كاين مشكل تقدري تخدمي زعما اللي عندك مزيانه هي انك والده ولاده طبيعيه ما كتكونش مقيوسه ديك العضله اللي تكلمت عليها قبيله اذا يمكن الكرش ترجع للاصل ديالها اختي شكرا لا شكرا على واجب خديجه اختي سناء نعم اختي سناء اخرى عزيزه عليا بزاف كيعجبني الصوت ديالها الله يبارك فيك شكرا لك خديجه دائما مستمرين معكم مباشره في حديث ومغزل راديو أصوات نقطة إم آ راديو أصوات راديو أصوات في كلمة واحدة يعني ملاصقة نقطة إم آ موقعنا الإلكتروني معنا أيضا مستمعة أسماء من مراكش صباح النور صباح الخير سناء صباح النور اسماء صباح النور اسماء هاتي انا راه كنعجبو عام والوزن ديالي قصير عندي 1.40 والوزن ديالي 52 ومني بشي شيء تعبر في عطاو دابا كيخصني نكون 4 كيلو يعني الوزن ديالي اللي خاصني يكون هو 54 وانا عندي دابا 52 اسمح لي شحال في الطول ديالك 1.47 و 58 كيلو ودابا خصها قالوا لها خصها 7 كيلو دابا المشكلة عندي عاوتاني عندي ستات عندي كبير كاتي ديالي كبير بزاف وعيش من ديك الوصافات والو ما يعني تمشي أكثر شوية الطاقة باش تمشي ندير أوبيراسيو ولكن مني تفرجت هادشي تفلات ما بلاش عليك أسماء بلاش قال لي بلاش عليك تمشي مع أصلا صوت واحد الطبيب دوز عنده قال لي راه ما كنتي يعني بغا تردي وداكشي راه تمشي يقدروا يتشافوا إذا ما كيبقاش شي حاجة خايبة أسماء باقا صغيرة 20 سنة 20 سنة ما تديريش هاد الخطوة اللي هي صعيبة ويقدر دكتورة سناء مساعدة وش مدى شنو هو الوزن المثالي للأسماء أو الملائم 54 كيلو راه على اكثر تقدير زعما ما خصهاش تفوتها يعني 50 كيلو الله يجعل شي بركه خاصه بالنسبه للسن ديالها اللي 20 سنه الله يجعل شي بركه 50 كيلو باش تنقص 8 ديال الكيلويات سهله عندها شهرين حمية وستد الأسابيع ديال تثبيت الوزن يعني الأمر كيقدر يتطلب على أكثر تقدير واحد 3 شهور ونص فيها الحمية وتثبيت الوزن الحمية كيف داكشي اللي تنقول من قبيلة أن الإنسان يبدأ يمكن في الأول باش ما يبقاش يعبر وهذا غير ينقص من الكميات يحيد الزيت نخلصوه في واحد جوج حتى 3 معالق كبار يوم ونفرقهم على الوجبات بثلاثة معلقة في الفطور معلقة في الغداء ومعلقة في العشاء معالق كبار ديال الزيت من الأحسن زيت الزيتون ولكن لما عندي تشي مشكلة الكوليسترول ولا ديال التريغليسيريد جميع الزيوت مفيدة ومهمة نقدر نقبط واحد القرعة نجمع فيها بزاف ديال الزيوت نخلطهم ونديرهم في السلطة اللي كتصاحب الوجبة ديالي ديال الغداء ولا ديال العشاء باش نستنفع من الفيتامينات اللي كيكونوا متواجدين غير في الزيوت لي فيتامين ليبوسولوبل نحاول السكر اللي هو سريع نتفاداه كيك حلويات غاتو ديال الزنقة أو ديال البيت نحاول نتفاداه في هاد الوقيته اللي أنا بغا ندير الحمية ديالي نرجع ليه من بعد بالعقل يعني من بعد فين نوصل الوزن ديالي اللي أنا مقتنعة به وعاجبني نقدر نخلي هاد الشي
مرة واحدة في الأسبوع، نقدر نخلي الكاكل في قاس وهذا واحد جوج مرات في الأسبوع. ماشي كنقول لكم الحرمان، أنا سنقول لكم غير في الوقيتة ديال فقدان الوزن نتفادى بصفة نهائية السكر السريع، نرجع عليه من بعد بشوية بشوية، وكيف قلت لكم بالعقل وبالتأويل. نحاول الوجبة ديال العشاء تكون خفيفة ولكن تكون حاضرة، لأن بزاف ديال المغربيات بحال اللي سمعنا قبيلة تقول لك أنا كناخذ الكوتي كناكل فيه مزيان وما تنتعشاش، فهذه فكرة خاطئة عند بزاف ديال النساء، لأن الكوتي كيكونوا فيه العجائن، يعني فهو عاد حافز ومحفز للبطن باش كتكون كبيرة، و باش غادي يكون عندي دهون وديك قوس الدهون وقوس ما تتوسع داك البطن كيوقعوا ليا ترهلات. بقيتنا جوج دقائق وبغيت نسولك أم آمين كتسولنا على صفحة ديال الفيسبوك سناء زي ما أصوات، فقدت الوزن بغات تعرف كيفاش تحتفظ بهذا الوزن دابا اللي وصلت له. أهم النصائح جوج دقائق. أهم النصائح هي أنه تدريجيا ندخل المسائل اللي ما كنش كناكلها فوقت الحمية، يعني في الأسبوع الأول نقدر ناخد وجبة واحدة في الغداء، في وجبة الغداء مرة واحدة في الأسبوع تكون وجبة عادية، دائما كنتفادى الدهون، دائما كنتفادى ناكل حتى نحس بالشبعة الكبيرة، دائما نحاول نراعي التوازن في الأكل ديالي، ولكن مرة واحدة نقدر ناكل أمبلان صوص عادي بحال اللي كياكلوا الآخرين، أو لا كيش ولا غراتان ولا بيتزا ديال العادية اللي التوجد ديالها عادي. نقدر في الأسبوع الثاني ندخل حلوة من الاختيار ديالي في الوجبة ديال العشية مرة واحدة في الأسبوع. في الأسبوع الثالث نقدر ندخل بجوج لي دو زيكار، لي كار اللي هو مالح ولي كار اللي هو حلو، ولكن ماشي نفس اليوم. والأسبوع الرابع نحاول نزيد واحد الزلافة صغيرة ديال الفاكهة غير مملحة أونكوغون فوا، وما ناخدهاش نفس اليوم مع ليكار سكري ولا ليكار اللي هو مالح، وتنظن بأنه من بعد إلى راعيت بأنه الشروط ديال الوقت ما بين الوجبات، إلى راعيت بأنه ما ناكلش ما بين الوجبات داك لو غرينيوتاج نحاول نتفاداه، إلى راعيت شرب الماء خارج أوقات الأكل وأنا جالسة وبجغيمات صغار، ونحاول نشرب يترو نص حتى جوج يترو ديال الماء يوميا، ماء أو سوائل غير محتوية على سعرات حرارية بحال الشاي وما شابهه. نقدر نتفادى داك الوجبة ديال الكوتي اللي كتكون ثقيلة وعامرة بالعجائن، وديك ساعة تكون هي وجبة ديال الفواكه، تنظن إلا مشيت بحال هكا ودرت لزيكار ديالي مرة مرة ما تكونوا على يقين بأنه الوزن ما تعاودش يرجع. شكرا لكم مستمعاتنا، شكرا.